بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عاد الناس لما كانوا عليه من الكفر بعد أن تكبروا ونسوا آية الله فيهم، بل إنهم لم يكتفوا بذلك وراحوا ينشرون بينهم أمر قتل الناقة والعودة لما كانوا عليه دون تقيد بأوامر أو نواه من الله عز وجل.
وراح نبي الله يحذرهم من العاقبة ويخوفهم من غضب الله، فما كان منهم سوى الاستهزاء به ورفض نصيحته. يا فرسان ثمود، تعلمون لما اجتمعنا اليوم، وتعلمون كيف أرادت الآلهة أن تكون نهاية فتنة صالح على أيدينا، وها نحن الآن نجتمع لندبر للأمر بعد أن علمتم بأن أهل ثمود ما عادوا يرغبون بصالح ولا بناقته، فمن كان في شك من أمره فليعلمنا الآن ويترك مجلسنا، ومن أراد أن يسير معنا في طريق المجد فليعلنها الآن. ها أنا أعلنها أمامكم بأنني أول المقاتلين، وها أنا دعيم بن حسبان ثاني المقاتلين، وأنا ابن بلغوم أعلن أنني معكم يا سادة ثمود، وأنا داب بن الأجهم من قبيلة صالح أعلنها بأني معكم، سيفي لكم وحربي على أعدائكم. وأنا معكم بسيفي، لا أتراجع عن نصرتكم أبدا. أنا معكم حتى نقضي على فتنة صالح وننصر آلهتنا. حفظتكم الآلهة وأيدتكم يا فرسان ثمود، وأنا أعلنها من الآن بأن فتنة صالح قد انتهت بلا رجعة بفضل رضاء الآلهة علينا. ولكن ماذا عن الحارث بن صخر؟ أمره بيده، إن أراد كان معنا، وإن أصر على رأيه فليسعه بيته. ولكنه ما زال سيدا لثمود يا قدار. السيد يكون سيدا بفعله، والحارث لم يفعل شيئا في أمر فتنة صالح، لقد ترك الناس حتى كادوا أن يضلوا ويهلكوا، بل إن بعضا منهم قد ضل واتبع صالحا وربه، فعن أي سيد تتحدث إذن أيها الفارس المغوار؟ صدقت يا قدار، الحارث بن صخر لم يعد يستحق أن يتسيد علينا، وحينما ننتهي من فتنة صالح وناقته سنجمع أمرنا على اختيار سيدنا الجديد. سيدنا الجديد؟ ومن هو سيدنا الجديد يا مسرع؟ ومن غيره، إنه من أخذ بأيدينا لنعبر المهالك، قدار بن سالف سيد فرسان ثمود. هذا أمر سابق لأوانه يا مسرع، نحن الآن لا نبتغي شيئا سوى نصرة آلهتنا وعودة الأمان لقوم ثمود، ثم بعد ذلك يكون لكل مقام مقال. وهذا ما أردت قوله يا قدار. وهذا نخبكم يا فرسان ثمود، فلنشرب جميعا، فلنشرب حتى الثمالة. ما بك يا حارث؟ هلك القوم يا منيعة، هلك القوم. ما الذي جرى؟ وما هذه الحالة التي تعتريك؟ لم أرك على هذا الحال من قبل. لقد فعلها قدار بن سالف، هذا الأهوج الملعون. ماذا فعل؟ اجتمع ببعض فرسان القبائل في غيابي، واتفقوا بينهم على ذبح ناقة صالح. وما الضير في ذلك يا حارث؟ ألم تسمع ما يقوله الناس بينهم؟ إنهم يتحدثون عن قتل الناقة ليل نهار، فليكن لهم ما أرادوا. إياك والتفوه بمثل هذا القول الأبله يا امرأة، فقول العوام لا يأتي من ورائه إلا عظيم البلاء، أخشى أن تسوء العاقبة، فأمر صالح حق وآيته لا ريب فيها، ولم يكن هناك ما يستدعي هذا الإثم العظيم. إذن لما لم ترفض قولهم وتوقفهم عن المضي فيه؟ إن تشددت برأيي حمل قدار الأمر لعوام الناس فخرجوا عليه. قدار شخص ماكر ويعرف جيدا ماذا يفعل.
لقد استغل الأمر لصالحه تماما كما أراد. وما المخرج إذن يا حارث؟ صدوق، أرى السعادة في عينيك يا ابنتي. خيرا، هل جد في الأمر جديد؟ سيجد يا أمي، سيجد كل جديد، وسيكون لي ما كنت أنتظره لسنوات. وما هو هذا الجديد يا بنت محية؟ سيفعلها قدار بن سالف. قدار بن سالف؟ يفعل ماذا؟ يأتي لخطبتي بعد أن يحضر مهري. يبدو أن في جعبتك شيء تخفيه عني، ها؟ متى رأيت قدار؟ ومنذ متى وأنتما تتحدثان يا صدوق؟ ليس هذا هو السؤال يا أمي، إنما يكون السؤال: ما هو المهر الذي سيحضره لي قدار بن سالف؟ وهل اتفقت معه أيضا على مهرك؟ نعم، إنها ناقة صالح، مهر صدوق بنت محية، سيكون أعظم مهر في تاريخ قبائل العرب، وسيتحدث الجميع عن هذا المهر العظيم لأجيال لاحقة. ماذا تقولين يا بنت محية؟ يا بنت ملاعب الظباء في البرية، هل وعدك قدار بنحر ناقة صالح؟ بل أنا من طلبت منه ذلك يا أم صدوق. اللعنة عليك وعلى أبيك، أي بلاء هذا الذي ابتليت به؟ ابنتي هي من تجلب الخراب لقومها؟ أتحل اللعنة على ثمود بفضل ما حملته بطني؟ عن أي لعنة تتحدثين يا أمي؟ إنها النجاة من صالح وفتنته، فما أتيت إلا بالخلاص لقومي. اصمتي أيتها البلهاء، اصمتي، فقسما عظيما لو أني أعلم بأن حصاد بطني سيكون لعنة وفتنة على قومي ثمود، لما تركت البذرة حتى تنبت ولا سقيتها من ثديي. لما كل ذلك يا أمي؟ صالح معه الحق يا بنت محية، فإن نحرت الناقة وهي الحق لم يبق سوى الباطل، وما بعد الباطل سوى اللعنة، وهذا ما سيحل علينا في القريب، فلتنتظري لتري بعينيك المصير الذي جلبته على قومك. يا قوم ثمود، ها قد اتفقتم بينكم على التخلص من ناقة صالح وفتنته، ولم يبق إلا أن توفقنا الآلهة في ذلك، فادعوا جميعا بأن تنزل علينا الرحمات وتبارك لنا في أمرنا. الرحمات أم اللعنات يا ابن بلغوم؟ إلى متى تحاول تضليل الناس وإبعادهم عن الحق؟ وما شأنك أنت يا قيس؟ ألست من أتباع صالح؟ فلما تجلسنا يا رجل؟ إن قيسا منا يا ابن بلغوم، كيف تقول له ذلك؟ حاش لله أن أكون منكم يا رجل، فأنتم قوم ضالون، والله ما أراد نبي الله بكم سوى الخير، إلا أنكم قوم تجهلون. ومصيبته قد طالتك فتنة صالح يا قيس. والله لأنتم أهل فتنة وضلال. أسمعتم يا قوم؟ أسمعتم؟ إنه من أتباع صالح، يقولها بلا خوف، لقد أتى إليكم ليضلكم كما يفعل سيده، لذا فلا تدعوه حتى يترك دين صالح ويعود لدين آبائنا وأجدادنا، فلتنصروا آلهتكم يا بني ثمود عليكم به، فلتجعلوه عبرة لكل من سولت له نفسه باتباع صالح وفتنته. هيا اضربوه، هيا خذ خذ.
معافا إن شاء الله يا قيس. سلمك الله يا أخي من كل سوء، وجعله الله في ميزان حسناتك. الحمد لله على كل حال، له الفضل والمنة، وعسى أن يتقبل منا صالح الأعمال. إياك أن تكررها ثانية يا قيس، فربما لا تسلم في المرة القادمة. لم يأمرنا نبي الله سوى بأن ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة، فلا تخالط القوم إلا للضرورة يا قيس، حتى يأتي أمر الله ويخرجنا من بينهم آمنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. علم نبي الله أن الناس قد تآمروا على ذبح الناقة، وأن أمر الله واقع لا مفر منه، وكان القوم قد أعلنوا عن نواياهم وكفرهم بالله الواحد الأحد، فرحين غير مبالين بالعاقبة، لم تردعهم الآيات ولم تنفعهم نصيحة الناصحين، فحق عليهم الغضب بما قدمته أيديهم وبما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. صدق الله العظيم. اشهدوا يا فرسان ثمود على سهم هذا، فبه تسقط فتنة صالح ليتعرفوا بأنه من الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.